معاكم مريم هير ترينر من شركة النسائم. جيناكم اليوم بمنتج جديد اللي هو علاج مركز للشعر الناشف والمتقصف من المواد اللي نستخدمه فيها كصبغات كسحب لون كعلاجات كيميائية، اللي هو علاج مركز 100%. اسمه بوستر بي بيوتي، ماركة إيطالية، اللي هو علاج مركز للشعر التالف والمتقصف ريتش أرجان. احنا نعرف الأرجان اللي هو علاج يعني يرطب الشعر ترطيب عالي، يروح الخشونة اللي في الشعر، كمان علاج مركز اللي هو التالف للشعر التالف المتقصفة الناشفة، كمان سبليت آن بسكر سبليت آن ترطيبه عالي. طيب أول شيء نشوف المنتج اللي هو متكون من ثلاث شغلات. أول شيء اللي هو البوستر، ثاني شيء المجرمنت اللي هو مهم جدا، ثالث شيء اللي هو الماسك. طريقة الاستخدام اللي هو لازم تكون كمية البوستر مرتين كمية الماسك، يعني جزئين من البوستر وجزء من الهير ماسك. طريقة العلبة، هلا كيف بنحط المجرمنت؟ نفتح العلبة، بنحط المجرمنت بالطريقة هاي، ولما نجي نشوف هون كمان بالمجرمنت في عنا 5 ملي 10 ملي 15 ملي 20 ملي، هذا هو كمية البرودكت حسب طول الشعر وكثافة الشعر. اوكي، هلا مثلا لازم كيف بنطلع البرودكت اللي هو اللوشن سوليوشن رقم واحد، بنفتح العلبة وبعدين بنلبس من تحت هيك، بنطلع مثلا 10 ملي 10 ملي معاه ملعقتين من الماسك. طريقة الاستخدام هي لازم يكون الشعر نظيف مغسول بالشامبو بالبلسم، وبعدين بنحط الماسك من الجذور للأطراف لفترة 20 دقيقة، وبعدين على طول لازم تشطيفه بس بالماء. شكرا، تابعونا مع منتج جديد الأسبوع القادم.